اقسم الرجاله الجريئه يا رب يفك عليهم الضيقه. انا عايز بقى اوصل رساله لاخواتنا الصغيرين اللي لسه طالعين في المقدر اللي بيطيروا في الجو وبيشخوا رابسوا دول وبرسين وفاكرين نفسهم ايه باتمان وسبايدر مان وبياكلوا البان اصلا ويشرب له دخان. السجن وحش، شوف مصلحتك. السجن وحش، هتتذل ويتقل منك. انت بتسمعلي اغاني دب طخ وتطلع تنفذها، تفرجلي على مسلسلات ومحمد رمضان وفلان وعلان، ماشي الراجل بيعمل كاركتر، انت بقى بتروح تنفذ الكاركتر ده. تسمعلي الاغاني بتاعت صاصه ولا بتاع بيكا ولا 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 وتطلع تنفذها، هتتحبس، ملوش لازم. السجن وحش يا اخواتنا. ناس كتير عمالقة فين دلوقتي؟ اللي في التراب نايمين، انت هتروحوا فين؟ واللي في السجون وبعد ما خرجوا من السجون بيقول لك يا ريت الزمن يرجع بيا وانا ما كنتش هعمل كده. فطاحل كان لو مؤاخذه اساميهم في السجون محفوره، احنا ولا دخلنا السجون ولا شفناها بس اسامينا محفوره جواها. عبد لله اتشقى وما اتحبس، اتشقينا وما اتحبسناش، ستر ربنا مش شطاره مننا ودعواته منا. ارجع ورا شوية، ماشي. فهي دي الفكرة، هتتشقى، هتعمل غلط، هتتحبس. ودلوقتي كل اللي حابب الجنسة يروح يجيب لي مؤاخذة صمتي على الذمة ويقف على الإمة يبيعوا لي سجارة واتنين، افتكر نفسه معلم. ما هو بسبب المدمنين خلت العيال الصغيرة معلمين. مش كده يابا خالص، اشقى اتعب وسيبك من جو المخدرات وسيبك من جو الشقاوة عشان في الآخر عيش وحلاوة. اسمع من اخوك الجارد، انا اتشقيت هنا وهنا وهنا بس الحمد لله ما اتحبستش. ليه؟ امي بتدعيلي وانا مش كده، انا من طبعي انا طيب. ما فيش طيب يقول على نفسه طيب، بس ربنا وقف معايا في كل حاجه. انا لو حكيت لك قصه حياتي انت هتعيط، لو عرفت اللي حصل لي كل ما تشوفني على النبي هتصلي. فاخواتنا الصغيرين بصوا لمستقبلكم، بصوا لحياتكم وكلوا بالحلال عشان ملهاش لازمه. السجون هتذلك، هتخش جوه هتقول انا سوسن وعبله وتفيده وطلعوني بره الحديده. اسمعوا يا جدعان، فيا رب يفكها على ضيقه كل راجل مظلوم، تمام؟ واسال اي قبضاي في منطقتك، اي واحد عنده مثلا 50 سنه المسجلين القدام الناس المسجله بتاعت زمان، قول له ايه رايك في الحبس؟ هيقول لك حبس ايه؟ ده انا لو كان رجع بيها الزمن ما كنتش فكرت في حبس ولا في نيله ولا فكرت في شقاوه، وكنت شفت اكل عيش. وهتلاقي نصهم مش متجوزين، نصهم لا مؤاخذه في السجون لغايه 30 سنه لغايه 20 سنه ومقضيينها، ونفسهم كانوا يتجوزوا ويعملوا بيت ويجيبوا عيال. فوق لحالك يا ابن الحلال، الجنين الحلال مفيش احسن منه. هو صعب وبتاع بس طعمه حلو. الحلال سهل بس الحرام سهل، الحلال صعب بس طعمه حلو. وبرضه الحرام ليه ناسه، مش اي حد برضه ايه يمشي في الحرام. لما تحاول تمشي في الحرام وربنا يفوقك تتحبس او يحصل لك حاجه او 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 كده، ربنا بيحبك مش عايز يرزقك من الايه من الحرام، تمام؟ لما تلاقي نفسك ربنا ادك في الحرام ومش شطاره فيه ولا حاجه حلوه فيك، ده انت المفروض تزعل. طالما ربنا ادك من الحرام يبقى غضبان عليه. ربنا بيقول لك لما يغضب على عبد بيرزقه من الحرام، ولما بيشد غضبه عليه بيبارك له فيه بيزوده له. هو بقى مفكر نفسه شاطر، لا يا عم دي مش شطاره، انت هتتشوى على الجريل، هتروح الاخره على الجريل، ملهاش لازمه. افوقوا يا اخواتي يا صغيرين، اخواتنا اللي لسه رايحين في المقدر، اللي مش فرحه اللي هي تقدر وعمرها ما بتقدر، فوقوا بصوا لمصلحتكم، اعملوا مستقبلكم، اعمل حاجه لحياتك. لو بتذاكر ذاكر ووصل لكليه محترمه عشان تثبت وضعك وتثبت كيانك في المجتمع اللي انت عايش فيه. لو انت ما ربنا ما كرمكش في المذاكره وخرجت منها، اتعلم يا ابن الحلال صنعه، هات الكريم الحلال وفكك من اللي انت بتعمله كله ده والصعوبيه والاونطه دي كلها ملهاش لازمه. سلام يا اخواتي، يا ريت الرساله تكون وصلت لكم يا اخواتي.